دور عمر رد عليك دور عمر 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 دكتور عمر يا ناس عمر 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 تفضل يا عمر رضي الله عن عمر هو انا اقول عمر انت امين يا رب العالمين رضي الله عن سيدنا عمر اللهم احشرنا معه الله يحشرك مع عمر تفضل اخونا امين يلا يا عمر تفضل يا عن ابي هريره قال رسول المدينه سبعه اشهر على عهد رسول الله عليه وسلم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر جاء الى فاطمه فقال الصلاه الصلاه إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت وتطهيركم تطهيرا فهذه النصوص كلها تدل على أن الآيات نزلت في نساء النبي وتشمل أهل البيت عليهم السلام الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكساء علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم جميعا وعليهم السلام الآن السؤال لك يا حاج وعد أنت أشكلت ما هو سو ميوت الصوت من فضلك بس لعب من فضلك خلي اغلق حيدر الزامل يموت الصوت من فضلك حيدر عندك ازعاج اخوي سو ميوت ابو كريم سو ميوت له تفضل اخونا دكتور عمر السؤال الان حجي وعد السؤال موجه لحضرتك تفضل انت اشكلت على سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه قلت انه شك فيها والنبي صلى الله عليه واله وسلم موجود بماذا تصرف النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا كان يقع حد القذف على سيدنا ابو بكر ولم يقمه النبي صلى الله عليه واله وسلم فهذه انت يعني مشكله كبيره عندك تفضل جاوبني لا ما هي مشكلة سيد تريد جاوب لا أنا جاوب لا أنا جاوب أنا جاوب أولا شوف أخونا العزيز ليش لأنه في صحيح البخاري وأعرض الكلام على الناس أمام الناس وعلى الشاشة في حديث الإفك لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وباعتراف ابن تيمية أيضا شك فيها النبي أيضا شك فيها فكيف يقيم الحد على قبل حيقيم الحد على نفسه ابن تيمية يقول اسمعني أخوان العزيز اسمعني أرجوك ابن تيمية يقول وكان قد ارتاب في أمرها شنو ابن تيمية ماذا يقول وكان قد ارتاب هذا في منهاج السنة النبوي أمام الجميع على الشاشة تفضل أمام الجميع أخواني ابن تيمية يقول النبي شك فيها ارتب شك منهاج السنة النبوية ابن تيمية هو الآن هو ابن تيمية يقرأ حديث الإفك مو أنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقرأ لكم طيب حديث الإفك طيب ممكن أشارك يا حد وعد يقول اسمع لا تقاطع يقول في الصحيحين إنه قال لعائشة في قصة الإفك قبل أن يعلم صلى الله عليه وآله وسلم هو يقول صلى الله عليه وسلم المهم براءتها وكان قد ارتاب في أمرها ارتاب شنو أخواني في اللغة ارتاب شكه ارتاب في أمرها فقال يا عائشة إن كنت بريئة وسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله طيب كيف يا أستاذ يقيم الحاد على أبو بكر وعلى أم رومان هو نفسه شاك فيه نبيك هو نفسه كان شاك فيه نجاوب يا حاج قبل أن تجاوب لحظة الآن قبل أن تجاوب أخوان الأعزاء شنو معنى ألممت بذنب فتوبي إلى الله شنو معنى كلام هذا كلام نبي الوهابية لحظة لا تقاطع خلي أبين شنو معنى كلام النبي إن ألممت بذنب فتوبي إلى الله شوفوا أخوان الأعزاء هذا في موسوعة الإمام الغماري أخواني ماذا يقول يقول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صارخ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله خلنا نكبرها حتى يشوفونها زين شوفوا أخواني يقول بذنب فاستغفر الله قصد بالذنب ما دون الزنا كالملامسة والمعانقة والقبلة الله أكبر على رأسكم يا سلفية يعني النبي حينما قال لعائشة أنا ألممت بذنب قصد المعانقة والملامسة والقبلة يعني واحد زمعاشة قام يقبل بيها
واحد حضنها وشبك عليها ويحبب بيها، سخر الله وجوهكم وطيح الله حظ شواربكم يا سلفيه، لا عندكم شوارب، هو هذا دينكم وعقيدتكم لو غيرها، هاي عقيدتكم. انت خلينا نجاوب، انت خلينا نجاوب، انت فاتح خطبه يا ميثم، انت الحاله تحكي مع حاله، انت خلينا نجاوب. عليكم السلام ورحمه الله. خلينا نجاوب اصلا يا اخوان، احنا نتحداك انت قطعتني، خلينا نجاوب الان. خلينا نجاوب، اجي لك النبي ما شك بيها، اجي لك قصد القبله والمحاله لا تستطيع اصلا تسمع الجواب، لا تستطيع ان تسمع الجواب، لا لا لا، يقول لك لا لا النبي ما شك بها. ابن تيمية يقول ارتاب، معنى قول النبي هذا انه ارتاب، وهذا الثاني يقول لا قصد القبلة والمعانقة والملامسة، ويقول لك لا والله النبي ما طعن بها، ما كان شاك فيها. وين دينكم؟ طيب السيد نجاوب يا اخوان، يا اخوان سيدنا، سيدنا يا ابو عمر، تعطينا الدكتور عمر صبر خلافه من الناس. يا سيد ميثم بالله عليك، انت لما تقول بالبرنامج الله يطيح حظ شواربكم يا سلفية، يا أخي ما كل السلفية يقبلون هذا الكلام يا سيد. السلفية أنا أقصد اللي يقبل حجي، مع احترام للإخوان الموجودين، لا والله أنا ما أقصدهم، أنا أقصد اللي يقبل بهذا الكلام، لا أقصد السلف اللي يقبل بهذا الكلام، لا 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 ما تجاوز على الإخوة، لا حد وعد هذا يعني، لا خلا خلنا يا بد يا قعقاع بس طيني مجال أنا إذا أتكلم، والله يبستوا حلقي، طيني مجال. يا سيد ميثم انت تدري انه هنالك من السلفية عندهم غيرة، هذه كتب صفراء حمراء بيضاء ما ادري شنو، هذه مو كل الناس تقبلها، السلفية عندهم غيرة. لا لا حد، انت ما انصفت، مع احترام لك انت ما انصفت، ليش؟ لان هذا السلفي يشرح كلام البخاري، هذا البخاري يفسر كلام البخاري، يعني يقول في البخاري الحجي الرواية هنا 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 الخراب هنا بهذا في هذا، يقولها إن ألممت بذنب فتوب إلى الله، هذول يشرحون شنو معنى ألممت بذنب، شنو معنى ارتاب في أمرها، هنا الخراب، خلي يحرقونه، خلي يحرقونه، هذا 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 ذلهم، هذا هذا محمد هذا البخاري، البخاري بنجاوب بنجاوب والله يا بس سكتني سيد ميثم، خلي القعقاع يجاوب أرجوكم. قعقاع لك الدور، رحم الوالد يكون وراء ربيع وراء الشيخ أحمد الإمامي، أرجوكم يا أخوان لا تقاطعوني. لو سمحت ما حدا يقاطعني، ما حدا يقاطعني، وخليني أكمل الفكرة لو سمحت للآخر. أول شيء أثبتنا بالقرآن الكريم، نحن نقول قال الله وقال رسوله وقوله قال فلان وقال علان. الآن بنقول قال الله في القرآن الكريم أن المؤمنين آمنوا بآية التطهير أنها نزلت في نساء النبي، والدليل على ذلك أنهم كذبوا الإفك ولم يؤمنوا به. وهذا حجة الآية في هذا القرآن. النقطة الثانية خلنا نكمل، ليش بتقاطعني؟ لا ليش بتقاطعني؟ خلنا نكمل النقطة الثانية. تحديتك يا ميثم، تحديتك تحدي لحظة، تحدي الآن أمام الجميع من يستمع، أعطيني خطاب النبي في المسجد عن حادثة الإفك في إذاعة. الآن أجابك الآن، أجابك الآن، أجابك الآن، اقرأ ما قال النبي عن حادثة الإفك. اي يعني تقصد قول النبي من عذيري في رجل بلغني اذاه في اهله، في اهلي صح؟ ايوه. هل قال انه تم اذاؤه في المشكله؟ لحظه خلي اكمل جواب، خلي اكمل جوابي. ومن قال لك احنا نقول ان نساء نبي لسنا من اهل بيت النبي؟ من قال هذا الكلام؟ من قال لك يا اخوان؟ عبد الله ورسول، اسمعني 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 يا أخي، اسمعني اسمعني يا أستاذ، اسمعني يا أستاذ، اسمعني أرجوك، اسمعني اسمعني، خلي بين وجهة نظري إخواني، الله يشهد ورسوله، عائشة من أهل بيت النبي، وحفصة من أهل بيت النبي، زين، وقتيلة قبل أن يطلقها النبي المرتدة من أهل بيت النبي، وأم سلمة من أهل بيت النبي، وحفصة قبل أن يطلقها النبي كما يصلح الأنباني كانت من أهل بيت النبي، لكن من طلقها خرجت من أهل بيت النبي، تحتاج إلى نص قرآني حتى ترجع إلى بيت أهل بيت النبي. القط من أهل بيت النبي، الخادم من أهل بيت النبي، الحمار الذي في بيت النبي من أهل بيت النبي، السنور كما يقول الألباني. اسمعني 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 يا رجل، اسمعني اسمعني السنور، اسمعني السنور، هذا القط البري، القط البري من أهل بيت النبي، لكن بأي معنى؟ بالمعنى العام،
ثم المعنى الخاص ما هو الذين اسمعني خلي درسك بدقيقة درسك حقيقتك. المعنى الثاني الذين حرمت عليهم الصدقة. اسمعني يا رجل افهم القضية. الذين حرمت عليهم الصدقة ما تدخل فيه عائشة باحتراف ابن تيمية. يقول النساء لسنا ممن حرمت عليهن الصدقة. والنووي يقول ذلك وابن حجر يقول ذلك وأحمد بن حنبل يقول ذلك. الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد في صحيح البخاري. والنساء حلت عليهن الصدقة بدليل قبولها يقول ابن تيمية على بريرة مولاة عائشة ونهي النبي صلى الله عليه وآله أبي رافع مولى ابن عباس لأن موال القوم أنفسهم. وبدليل قبولها في حديث أم عطية في صحيح البخاري أهدي إليها شاة فقابلتها عائشة شاة صدقة لعائشة وآل محمد لا تحل عليهم الصدقة. إذن أهل بيت النبي بالمعنى العام يدخل فيهم القط ويدخل فيهم الخادم ويدخل فيهم حتى الحمار إن كان في البيت. أما بالمعنى الذين حرمت عليهم الصدقة هم بني هاشم فقط. خلافنا ليس في هذا. خلافنا في من هؤلاء نزلت فيه آية التطهير. من أصحاب آية التطهير؟ فهمت الآن؟ لا تقول لي بعد ذلك سار بأهله قال لأهله ها قال من عذيري في أهلي رحمة الله وبركاته. كل هذا احنا نقبله. لكن خلافنا ليس في مسمى أهل البيت وهل النساء داخلات أم لسنا بداخلات. خلافنا في من نزلت آية التطهير من هؤلاء. من عندك دليل؟ احنا عندنا دليل. انت عندك دليل مثل دليلنا؟ عندك دليل مثل دليلنا؟ انت قدمه ما عندك اسكت. وين دليلك اللي هو اقوى من القران الكريم؟ اذا احنا اثبتنا يا اخوان اذا اثبتنا يا حج وعد اثبتنا بالدليل القاطع من نفس آية القران في حادث الإفك ان المؤمنين امنوا بطهاره ازواج النبي فلم يستجيبوا للإفك. يعني النبي مؤمن المؤمنين لأن النبي ما آمن. النبي ما آمن عندك في صحيح البخاري يا القعقاع اسمعني يا أيها القعقاع بن عمرو التميمي اسمعني. في صحيح البخاري النبي عندك ما آمن ببراءتها. كذب البخاري ولا ولا قل البخاري كذاب. قل البخاري كذاب. قل البخاري كذاب يا أخي. قل البخاري البخاري كذاب. كذب يا رجل يا رجل كذب. البخاري يقول ما آمن. يقول نبيك ما آمن. البخاري يقول ما آمن ببراءتها. يقول شك فيها. زوجة شك فيها يا رجل. أنت شك بزوجك. أنت شك بزوجك. إذا خلصنا المرحلة الأولى والمهمة جدا أن الله ما خلصت روحك تحكي ويا روحك. أنت خلصنا وش خلصت أنت سخام وجهك. السلام عليكم ورحمة الله. أدرس أنا ساعة شو يتكلم وياك عندي انت أردو. انت شنو اللي خلصته؟ انت اللي خلصته شنو؟ تحكي مع نفسك تشوف وتخيط انت. اسمع بابا اسمع لا تظل تردون علينا. انت كلام مجرد كلام. تظل تتكلم يمنا ويسرى وخلصنا واذا واستنتجنا وسقطت الشيعة وصفوا قولا وطلوا مو زايتين. صار ساعة يتكلم معك الرجل. خلصت انت ايش خلصت كلامك؟ كلام الله لا يكرمه ولا بطيخ. سؤال واحد تجاوبه ينتهي الامر. المسلمين سؤال واحد ينتهي الامر. انت خايف من كلام الرسول ليش ما ذكرت سؤال واحد ينتهي الامر. اسمع عندنا قران موجود وهو حجه علي وحجه عليك. والقران كما يقول علماءك وهذا شيء ما يحتاج الى قول العلماء ان القران اذا فهم تفسيره من جهه النبي لم يحتاج إلى أهل اللغة. لا أحتاج أروح يمنى ولا يسرى. أعطني مرة واحدة النبي أتى بالنساء وقال وفعل وقرر كما عندنا في الخمسة وكان الله يحب مرة بحديث ضعيف. تفضل. طيب الآن لاحظتوا هروب من الموضوع اللي احنا فيه لموضوع آخر. لا ظل تخربط عندك لو ما عندك. اسمع انا بتحداك مباشرة تبدأ تقول عندي انا بتحداك في المناظرة عشان تعطيني وقت اتكلم. حاضر انا بتحداك في المناظرة يا اخي. حاضر انا حاضر. تحداني في المناظرة. حاضر والله في موضوع ايش موضوع لي. حاضر يلا الآن قل عندي
دليل وتوكل على الله. حدد موعد، حدد موعد للمناظره. مناظرة الحجة. أنا حاضر دليل بس فقط قل عندي الدليل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلن الآن. والحج ساكت وسيد خطية المسكين ساكت وصعدت وحدة دلالة ما أدري شو السولف. استحوا على نفسكم حتى ما حد بيكم واحد سكتها واحد صاعد يقول حقها حقها دلالة. طبت تسب وتشتم على زلم هاي لو قدام تدوس على راسها. لا تغير الموضوع. لا تستحوا على انفسكم. خلي نسمعكم تتكلم هنا. استحوا على انفسكم. لا ما عندكم لا غيره لا ذمه لا ضمير. استحوا على انفسكم. لا تهرب. خلي نسمعكم قاعد تتهجم على رجال عندها شوارب. حتى على اساس شنو؟ حتى على اساس احنا ما نرد. استحوا. اذا عندكم ان يرضى عن الكبير احنا ما عندنا يرضى عن الكبير. تهجموا معنا. لا اسمع اسمع بهدف. سوي ميوت على التيك توك ابو ابو لحظه حجي. كلمه واحده فقط كلمه واحده دليل عندك قل قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتعطينا حديث اي باباي اعطينا حديث ان النبي جمع النساء وقال فيه اما مناظره انا حاضر على الف ولا تجيبوا النسوانكم بعد تتكلم هنا سمعتوا ولا لا؟ شايفين يا اخوان شايفين لا تجيب نسوانكم صيروا سلم انتم احنا سلم قدامكم لا تجيب نسوانكم قاعده تهرج علينا هاي واحد رفعت لها ثلاث اربعه قامت سلت عاشه وجاي تتكلم علينا اصلحوا بعدكم حتى لا بس احرجناه بقول لك وين شيوخنا لا احرجتني ولا ابد يلا قل قال رسول الله يلا توكل انت موافق على المناظره غدا ولا لا؟ قابل انا موافق انت يلا. موافق على غدا ولا لا؟ اسمع يا قعقاع اسمعني اسمعني يا قعقاع اسمعني اولا المناظره صوره وصوت تخرج انت صوره وصوت لو لا نعم او لا نعم جيد اذا المناظره يوم الثلاثاء مش اليوم يوم الثلاثاء انت والشيخ احمد الامامي في ايه التطهير بشرط امام الجميع تخرج صوره وصوت إذا ما في صوت صوت ما في مناظرة هاي واحدة لا الساعة في مناظرة إن شاء الله يوم الثلاثاء خلي خدمك الثلاثاء صورة وصوت أبو باقر زين الموعد الثلاثاء ما أي وقت باكر عقب باكر يومية ما عندي مشكلة زين تريدون أنا ممكن أشوف بكرة أراسل تراسلني أخونا قعقع على أحد التليفونات لكن مبدئيا يوم الثلاثاء في العاشرة بتوقيت مكة قبل العاشرة يجب أن تدخل حتى نضبط الصورة والصوت انتهينا من شغلة المناظرة اثنين الأخ عمر دكتور عمر بس اعطوني مجال دكتور عمر أيضا يبدو أنه إنسان باحث ذا قبل يخرج صورة وصوت أيضا نعمل له مناظرة مع السيد ميثم لأنه تحدى سيد ميثم أو الشيخ أسد هاي اثنين ثلاثة بالنسبة للأخت اللي دخلت أنا أطلب الآن بعد إذن أبو باقر وسيد ميثم والأخ ربيع الفاضل والأخ الفاضل قعقع أريد أعطي الميكروفون للأخت الفاضلة اللي حقيقة احترمها الأخت علياء يا أخت علياء أريد منك أن تشهدي شهادة حق أنا ما لي علاقة بالذين يكتبون على الشاشة وكذا لأن هؤلاء المشرفون هم الذين يتدبرون الأمر هل رأيت يوم من الأيام سيد ميثم أحمد الإمامي أنا الشيخ أسد نطعن بأعراض الناس حتى نتهم بهذه التهمة وقامت هذه ما أعرف شو اسمها الأخت الكريمة اللي شبعتنا أنجاز يعني أخت تخرج على الميكروفون وعندي كنترول أقدر أقطعها وتقول للأخت علياء لماذا تتكلمين هذو أولاء بذرتهم نجسة ورحمهم نجس ومعرف إيش هذا الكلام ما يصح يا أختنا يا علياء أرجو أن تبلغ الأخت وإذا هي تسمعني أقولها أختي أنت فهمتي خطأ واتهمتينا أنجاس وأعرافكم أنجاس وزوجتك وبنتك وأمك طب شلون راح بس أريد أفهم
كيف نقدم صورة إعلامية طيبة إذا أنت تفضلي أختنا. شوف يا أستاذ وعد، الله يعلم إني أنا ما حبيت أسلوبها في الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا. أنت تعرف أسلوبي، يمكن أنا سنة أدخل سواء بثك أو بث غيرك ونختلف ونتجادل، لكن الأعراض أنا ما أتقرب لها، تمام؟ لكن الأخت قصدها أن في بعض الناس، ليس أنتم اللي هم أرباب البرنامج، غير متداخلين يسيئون، وفي التكسير وفي التعليقات. أنا شو دخلي يا أخت علياء؟ يعني هم أصحاب البرنامج الآن هو الجمهور، لكن قبل اللي يشرفون على البرنامج وعد اللامي، أحمد الإمامي، ميثم الموسوي، أبو كريم، والأخوة يشترون، إحنا ما صدر منا شيء، الله وكيلك والله ظلم. أستاذ وعد حصل حقيقة، لا يا أستاذ وعد سأخبرك بحادثة حصلت حقيقة في أمريكا، إنه كان في جماعة في جامعة أمريكية وصار بينهم خلاف وتدخل الأمن وكانت راح تصير مذبحة، فأخذهم الأمن قالوا شنو سبب الخلاف؟ قال والله يتعاركون على ناس ذهبوا من 1000 سنة، يعني السنة وشيعة، فأخذوهم على مصحة عقلي. يا جماعة الخير احنا نختلف، لا في بيننا يعني اختلافات لكن ليست خلاف. يا جماعة أدري أخذوهم هم بس إذا افتم ذولا بأمريكا. لا لحظة علياء، علياء كلمة يا أستاذ علياء، بس ثانية بس ثواني، طلبتش ثانية. هذول اللي أخذوهم أمريكا أخذوهم هم والبخاري لو بدون البخاري كمل. لا يا أستاذ وعد إحنا نتكلم جد، يعني بالله لما يدخلون نصارى أو ملحدين يشوفون إحنا شلون عقليتنا، هيك شلون عقل، نتباحث نبحث عن الحقيقة ما فيها شيء، لكن إنه توصل للشتايم ولا هذا مو أخلاق لا آل البيت ولا الصحابة ولا الله يقدر. طب ليش يطبعوها يا أخت علياء؟ ليش يطبعون هذا؟ ما راح يكون مجلس علم. أدري ليش يطبعون هذا علياء؟ علياء بالله عليك والله أريد يوم تنصفين، نصفيني نصفيني نصريني ضد أحمد الإمامي وميثم الموسوي، لأن ذولا من ينتهي البرنامج يخابروني، نصفيني ليش هم هذول يسووا أسود وذهبي وجوزي ويطبعون هذا وأولادي وأولادك، ماذا التدام الزوج الله يحفظ أولادك، أولادي وأولادك يقرؤون هذا الكلام ويستمر جيل آخر، ليش ما نقطع هذا الكلام وما نطبع هذه الكتب المسمومة؟ هذه كتب مسمومة. الآن إذا إحنا كلام الأخت أنه إحنا ننشر، إحنا مجرد أن نقرأ، إذا هذا الذي نقرأه السم، لماذا تطبعون السم؟ أريد أن أسألك تفضل يا أستاذ. السلام عليكم يا أستاذ واحد. هذا أستاذ واحد، ها السنة النبوية كلها مجموعة. طيب أنا سم. أستاذ واحد سم قول. لما الأخت تسكت، لما الأخت تخلص كلام إن شاء الله. بس أنا أخواني إذا هذا السم أنا سميت، يعني أنا مسمم، شو أسوي؟ أنا قرأت الكلام في البخاري والآن أنا عندي سم داخل، هذا سممني، هذا سم. أستاذ وعد بعد إذن حضرتك. يا أستاذ خلي تكمل الأخت. يا أستاذ الكتب يا أستاذ وعد، إحنا كلنا السلام عليكم. أستاذ وعد استنى يا عم، استنى يا أستاذ المديات، حتى ثقافة احترام الحوار مي موجودة عندنا، والله إننا أمة ما رح نرتقي بحياتنا، لا سنة وشيعة، ما تشوف الله مطير حدنا سنة وشيعة. إن شاء الله بالتعاون. أخت علياء بالتعاون، التعليقات بتشوف المستوى المتدني. أخت علياء والله يا أخت علياء، إحنا هنا في أوروبا يعني في بريطانيا والله نتحاور، يعني إحنا كجامعيين في الجامعة يعني نلعب مال الستاف، نلعب كرة ونلعب ما أعرف إيش، يعني أكو أوقات خاصة للأساتذة وإلى آخر، نلعب كرة مثلا نتحاور
والله ما فد يوم واحد قال لي كلمة ونضحك وكذا ونختلف. أنت إذا فقدنا الأمل بس سمعين هذه الكلمة، إذا فقدنا الأمل بك بتخلينا أحكي، إذا فقدنا الأمل بك وبغيرك فعلا نقول أمة انتهت. لكن الأمة معطاء، منها سيد ميثم هادي، من أحمد الإمامي هادي، منها مثلا أبو كريم هادي، من أنت هادي، احترام بيناتنا. الأخ ربيع، الأخ ربيع أنا يوصلوا لي علي يقولوا لي أنه الأخ ربيع شتام وما أعرف إيش، لكن أنا أشوفه الآن يتكلم معي بهدوء. إذا وصلنا إلى درجة الاحترام يعني نبقى يا أستاذ واحد بعد إذنك.